برحب بالنجم العربي الكبير اللي كلنا بنحبه، وهو يعني من اهم النجوم اللي بنعتز بيهم على قنواتنا، قنوات الاي ار تي، اللي دايما بننقل له حفلاته على الهوا. عاصي الحلاني منور الدنيا ومنور مصر، ودايما الخير بين ايديك والمحبي الفن في العالم العربي كله. شكرا لك بوسي، شكرا. بدي اتشكرك على الكلام الحلو، بدي اقول رمضان كريم لكل المشاهدين، وان شاء الله بنعاد على الجميع بالصحة والسلامة، وان شاء الله بيكون هالشهر حامل الخير والسلام لكل الأمة العربية والإسلامية بكل العالم. ما بتفوتش رمضان إلا لازم تيجي تعمل حاجة للخير في مصر. خلاص خدتها عهد على نفسك؟ فيك تقولي هيك، وفيك تقولي بالنسبة لي أنا هو هذا الموضوع منه بس برمضان، يعني أنا بكل السنة يعني عم بيكون في نشاطات بعود راعي على مؤسسات إنسانية وخيرية، كان بلبنان أو كان بمصر أو بالبلاد العربية، فمش بس برمضان، يعني بأي وقت عم بيكون في عنا مجال أنه نقدم عمل من هالنوع عم نكون حاضرين وعم نلبي الدعوة إذا كان في وقت فراغ عنا، وإذا كان بإمكاننا نكون موجودين. وثابت تقريبا كل سنة عم يعني من حوالي 6 7 سنين تقريبا كل سنة عم بيساهم في حفل بالقاهرة يقام ورايعه بعود لمؤسسات إنسانية مصرية. هالسنة كان لبنك الطعام بمصر، والحمد لله يعني الله أكرمنا. كانت حفلة جميلة بحييك عليها، وبقول ان انت صديق لكل الوسط الفني، وبتحب دايما في رمضان تبقى معاهم على سحورهم وفطارهم، هم بيحبوا كمان وجودك معاهم. ويمكن احنا لما بننزل عندكم كمان في لبنان احلى عزومة بتكون في بيتك، بيت الكرم، يعني بتستقبلنا احلى استقبال. والنهاردة انت متواجد مع نجمتنا الجميلة نبيلة عبيد، النهاردة يعني لما تفضلي معانا يا بلبلة، يعني علشان يعني ست الكل، كل سنة وانت بألف خير، منورنا والله، منورنا على عليك بالصحة والسلامة. يعني عاصي من المطربين اللي عندهم حب للسينما المصرية ونجوم مصر وفنانين مصر، يمكن دي أكتر من مرة جه عندك حضر احتفاليات لنبيل عبيد. أنا امبارح كنت عم بحكي مع ست نبيلة وعمل لها إنه لوش الخير، لما قلت لها وش الخير تذكرت دغري. أول ما زرت مصر يمكن بسنة 93 أو 94، كان وقتها بتذكر أغنية واني مارك مريت أول ما نازلة، والناس حبينا بالقاهرة بمصر بشكل عام، فجيت على دعوة سحور. كانت نفس يعني نفس اللمة والجامعة الحلوة يعني. وتعرفت وقتها على تقريبا كل الممثلين المصريين كانوا موجودين، ممثلين السينما المصرية والتلفزيون المصري، وكنت سعيد بهاللقاء وقتها. احنا كنا سعداء بيك وسعداء باللي بيحصل لك وبالتقدم وبالنجاح وكل حاجة دي. والله انا كل ما بشوف كده يعني حقيقي بتمناه من كل قلبي والله. يعني هي بلبلة فاتحة البوابة بتاعتها لكل المبدعين. ويمكن انت شفت السنة دي يعني انت شفت العمل بتاعها السنة دي، لبنان وفلسطين وسوريا، نجوم يعني كارمن لوبوس ومجموعة كبيرة من النجوم اللبنانيين، شايف المشاركة الجميلة. هذا بيعود لأنه قلبه كبير وبيساعد الكل، وهذه محبتها الزايدة للناس وحسن تعاملها مع الناس، لأنه بحياتنا ما سمعنا أي كلمة كانت الا بالخير عن ست نبيله الحقيقه، من 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 زمان ولهلا. فنحن بنتمنى لها التوفيق، ونحن وجودنا اليوم معتبرين حالنا جايين على عشاء لنا، مش على طبعا يعني. ده انا لسه بقول لها ان انت لما هتدخل السحور هتلاقي نفس اللي شفتهم سنه 94، المحبه موجوده شفت نفس، مش لقيت نفس الحب ونفس الناس ونفس الاستقبال، القلوب واحده والحب واحد ما بيتغيرش. شوف يعني عاصي لما عرف يعني برغم ان عنده شغل واستوديو، لكن قال لازم اكون مع ما نقدرش واي حفله ليك في الاوبرا بتكون اول واحده قاعده في اول صف. بلبله بتسعد بيك، فايه رايك نفكرها باول وانا مارق مريت لما غنيتها لها اول مره هنا، نغنيها لها مع بعض دلوقتي. اقول لها ست الستات يا مصريه، ست الستات كل الحلوين بغيروا منك انتي بالذات، ست الستات يا بلبل، ست الستات
كل الحلوين بيغيروا منك انتي بالذات. رمشك اسمر قلبك اخضر، رمشك اسمر قلبك اخضر والدم خفيف زي الشربات. ست الستات يا بلبل ست الستات، كل الحلوين بيغيروا منك انتي بالذات. ست الستات يا بلبل ست الستات، كل الحلوين بيغيروا منك انتي بالذات. رمشك اسمر قلبك اخضر، رمشك اسمر قلبك اخضر والدم خفيف زي الشربات، والدم خفيف زي الشربات، والدم خفيف زي الشربات. وانا برق مريت بقى كمان عشان اول مرة هنا. يلا يلا حتى وانا مرق مريت هيدخل هيدخل بس وانا مرق مريت. وانا مارق مريت جنب ابواب البيت، وانا مارق مريت جنب ابواب البيت. بيت كانوا سكانوا عبوابه دقيت، ما في حد لقيت عبوابه دقيت، ما في حد لقيت. ردوا علي حيطانه قالوا لي ما نسيت، انا قلت لهم حنيت، قالوا لي ما نسيت، انا قلت لهم حنيت، قلت لهم حنيت يا ويلي. وين الضحكات الكانوا. الله الله بجد بتسعدنا، وانت مطرب عظيم وانسان تسلم. جميل وبنحترمك وبنعتز بيك وبنحبك يعني الشباب معاك شفت دول مفاجئتنا ليك النهارده. بشكرك يا بلبله على حب الناس ليكي والبوابه بتاعتك اللي مفتوحه النهارده لنجوم العالم العربي، خليتينا نشوف الناس اللي بنحبها والجمهور النهارده يشوفوا قد ايه في حب بين العالم العربي، ومحدش هيقدر يوقع لا 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 بين اي حد يعني لا اساسا يعني اذا الجرايد بتكتب لا 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 لكن هنفضل طول عمرنا نحب بعض كلنا. أكيد طبعًا. كل سنه وانت طيبه وانت طيبه وانت معايا وعاسي وكلنا، وان شاء الله يا رب السنه الجايه نعمل مسلسل احسن واحسن، وادعوا لنا يا رب ربنا يوفقنا اننا نقدر نعثر على موضوعات كويسه. اكيد ان شاء الله. بشكرك يا عاصي ومنور مصر، وفي انتظار خلاص الحاجات الجديده اللي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عم نحضر للالبوم الجديد. عموما احنا هلا مع ما بدنا نحكي عن شغلنا مع نبيله، بدنا نحكي عنها. بدي اقول انه نحن دائما لبنان ومصر قلب واحد وايد وحده، وان شاء الله هيدي المحبه بتدوم يا رب، وان شاء الله بيضلوا البلدين بلد واحد وشعب واحد. اكيد مره ثانيه.